هذا جامع البشير بمنطقة باب الجديد. هذه ليش حكومة بعمل؟ والله هذا بدينا بالعمار ماله من الأرض يعني. وقمنا بعمارة ما يقارب 7 أشهر 8 أشهر نحن نشتغل بينه. وين وصلتوا بأي مراحل؟ والله نحن حاليا تشطيب يعني ماضي الشيء إن شاء الله على افتتاح ماله. إذا الله راد يعني شغلة أقل من شهر إن شاء الله شهر. حيكون بي حديقة كذا؟ طبعا هاي الحديقة ماله تقدر تصورها هاي الحديقة. مصلى للنساء والرجال؟ لا بس رجال، نساء زحمة يعني منطقة شعبية، وتعرف أنت بالمركز مال باب جديد، ومركز باب جديد مقابله شيخانة مال الصنف وعمال وهاي، فزحمة الإمرأة يعني تجي هنا تصلي. الدعم منين؟ والله ناس خيرين. ناس خيرين؟ ناس خيرين نعم. مدة العمل ايش راح تكون؟ سنة؟ والله أقل من سنة إن شاء الله، أقل. وبعد شهرين إن شاء الله يعني إن شاء الله من هنا الشهر إن شاء الله يكمل. هو هسه حاليا تقريبا شغلات تشطيب إن شاء الله بيه. كان سابقا الجامع موجود هون، بالأحداث راح انضغب، بعدين جت عائلة لله متبرعين جو بلش بالجامع من الأرض إلى أن كملنا لهالمرحلة هذا، وإن شاء الله مدة الشهر أقل من شهر شهر ونص يكمل الجامع. وجامع معانو ملحق حديقة، والحديقة هاي قدام عينك واللي بظهرها يتبع سور موسى.